سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية في الرياض أكدت بأن الحدود البرية الكويتية مغلقة التزاما بقرار مجلس الوزراء الصادر قبل يومين، حيث ناشدت السفارة كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين في المملكة العربية السعودية عدم تحمل مشقة السفر برا إلى الحدود بسبب إغلاق المنافذ والانتظار حتى تسمح السلطات المعنية، ودعت أيضا إلى التواصل معها على هواتف الطوارئ التالية في حال الحاجة إلى مساعدة، وهي طوارئ السفارة في الرياض 00966500552256، طوارئ القنصلية بجدة 00966535571133.